وفيما تعمل حركة الملاحة بالقناة بصورة منتظمة بمرور السفن بشكل طبيعي في الاتجاهين، كرم الفريق أسامة ربيع العاملين المشاركين في تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة إيفر جيفن. خوف على قناة السويس هي كلمات بطعم الفرحة والنصر عبر بها هؤلاء الأبطال من العاملين بقناة السويس عن شعورهم بعد نجاحهم في تعويم السفينة البنمية إيفر جيفن وكتابة تاريخ جديد يجسد بطولات العمال المصريين بعد التعب والمشقة الذي كلل بتكريم هيئة القناة لهم تقديرا لما بذلوه من جهود حثيثة أعادت الحياة لطبيعتها بالقناة. وفي مثل هذه الظروف استثنائية تظهر قدرات وخبرات الهيئة ظاهرة جلية بما نمتلكه من خبرات نادرة في مجال التكريم والإنقاذ والقطر والأعمال المدنية، كانت عامل حسم في هذه الأزمة، ولولاها لم نكن لننجح في تخطيطها ولذلك في الأهمية المعدات والتجهيزات المساعدة، وقد حرصنا في هذا الإطار على الدفع بمعدات تلائم تعقيد الموقف وضخامته. فكانت أعمال التكريم بواسطة قرارات الهيئة كالرقم الشهور والقرار العاشر من رمضان عاملا رئيسيا في تسهيل عملية تعويم السفينة من خلال وصول الأعمال تصل إلى 18 متر، بما ساهم في تسهيل عملية التعويم خلال مرات الشد التي قام بها سلسلة من قطارات الهيئة العملاقة المتخصصة. العمل كان على قدم وساق خلال الأيام كلها صبح وليل، بتستنى المد والجزر من صبح وليل، بتنسق العمليه كلها ما بين القطارات الموجوده واداره الهندسيه في الكركات ومكتب الميناء وهيئه رأس القناه بالكامل، كله على اتصال بيك وبيحاول يقدم لك يد العون والمد في كل في اي حاجه موجوده. يعني احساس جميل وشعور جميل ان انت تفضل تحارب ليل ونهار عشان تطلع المركب دي وتثبت العالم كله ان مفيش حاجه صعبه على اي مصري ولا صعبه على هيئه قناه السويس بالذات. الحمد لله احنا على مدار 96 ساعه يكاد ان احنا ما كناش بننام. طبعا كان في عمليه، مش عايزين ننسى طبعا الكراكه، مشهور احدى الكراكات العملاقه في الشرق الاوسط اللي كان ليها جهد كبير قوي، خففت علينا حموله كبيره. اما هذه الصوره التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فصاحبها هو احمد عزت احد ابطال تعويم السفينه، التقينا به ليروي لنا احداث الساعات الاخيره التي جسدها من خلال هذه الصوره، فرحا بهذا الانجاز الذي حققه هو وزملاؤه من العمال والمهندسين كل في موقعه وبمشاركة 15 قاطرة واصلوا الليل بالنهار ليبهروا العالم بما حققوا. ولا كنت قاعد أنتخ، أقسم بالله ده كان تعب وتعب مجهود خرافي، أنا وزمايلي وكلنا كنا تعبانين نفس التعب ده، بس هي الصورة جت فيا أنا يمكن عشان أنا المشرف. مهمتنا بدأت، جالنا إشارة الساعة حوالي 3 بالليل قبل يوم التعويم بأن في عطل في القطرة بركة وعطل في القطرة مساعد 2، ودول القطرتين رئيسيتين. القطرة بركة أكبر قطرة في الشرق الأوسط بقوة 160 طن، والقطرة مساعد 2 بقوة 70 طن، ودول هيبقوا عامل رئيسية في عملية الشد. وتوجهنا للقطرة وهي كانت على المركب، وقمنا بعمل 17 ساعة شغل، وقمنا بدخل بتدخيل القطرتين الخدمة. كان دوري تأمين استمرار عمل واصلاح وصيانه كهرباء الانشاد دي، انا وزمايلي طبعا في الورشه مش انا لوحدي، والحمد لله ربنا كرمنا والحمد لله كل جهودنا وجهود كل زمايلنا في جميع الاقسام الحمد لله بتعوم السفينه. الشغل اللي احنا بنعمله ده عاده بيتم في الورشه، لكن طبعا ظروف المركب ما ينفعش ان الاطراد تخش الورشه تتصلح او تتصاين، فده طلب منا ان احنا نروح المكان هناك في موقع الحادث، وكان طبعا دوت اصعب بالنسبه لنا لان الشغل كان في عرض البحر مع الرياح وكده وعلى ارض مش ثابته في الميه، ده طبعا كان بيمثل لنا صعوبه كبيره، بس الحمد لله كنا برضو موجودين دايما انا وزمايلي، وقدرنا الحمد لله ان احنا نعمل كل الصيانات اللي موجوده اللي مطلوبه مننا، بحيث ان الاطراد تفضل موجوده جنب اللانش او جنب المركب اللي هي الشحطه، بحيث ان احنا تبقى الشغل دايما دايركت شغال 6 أيام ما وقفناش. وبعد النجاح في تعويم السفينة عادت الحركة مرة أخرى للمجرى الملاحي بهيئة قناة السويس بمرور 194 سفينة حتى الآن من السفن التي كانت في الانتظار وقت جنوح السفينة. انتهت أزمة السفينة الجانحة بنجاح أثبت قدرة وبراعة الأيدي المصرية العاملة
التي سطرت إنجازا كبيرا رفع اسم مصر عاليا خفاقا ليكون العالم شاهدا على أهمية قناة السويس بالنسبة للتجارة العالمية باعتبارها شريان الحياة، وشاهدا أيضا على ما أكده الرئيس السيسي بأن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون. محمود جميل، التلفزيون المصري.